دائما البداية أنت تختارها، لكن خاتمة الأمر من اختيار الله عز وجل. ويا حسن اختيار الله، الإنسان قد يبدأ بداية، يخرج عمر هذا الجبار يهدد ويتوعد أن يأتي برأس محمد، هذا الذي فرق على حد قوله بين الأخ وأخيه وبين الزوج وزوجه وبين الأب وابنه. إذا به بعد يعني مدة وجيزة وبرهة وجيزة من الزمن، يصير هذا الفاروق أحد ركائز وعمد الإسلام الكبيرة، هنيئا أن يكون جدا لنا رضي الله عنه وأرضاه. إذن البداية أنه ذاهب إلى طريق شر، فإذا به يسلك مسلكا آخر ليختاره رب العباد سبحانه وتعالى ليكون رافعا علم الحق والعدل على مر التاريخ كله.